تقترب الأزمة الأوكرانية من دخول شهرها الحادي عشر، ومع ذلك لا يبدو في الأفق أي مؤشر على قرب التهدئة أو انتهاء هذا الصراع. يتمسك الجانبان الروسي والأوكراني بالتصعيد العسكري من خلال المعارك والاشتباكات، بينما يواصل الغرب موافقته الداعمة لكييف ما يهدد بإطالة أمد الأزمة. وقع حلف شمال الأطلنطي الناتو والاتحاد الأوروبي إعلانا للتعاون والتنسيق يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، قال أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ أنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين قد يتراجع عن خيار الحرب. هدفنا هو بالطبع ضمان أننا سنتمكن من التواصل واستمرار في دعم أوكرانيا، فقد شهدنا أن روسيا قد عانت خسائر جمة في أوكرانيا بسبب الجنود الأوكرانيين المدربين ومهاراتهم، ويجب أن لا نقلل من شأن روسيا. ما زال هناك المزيد من القوات يعملون على الحصول على مخزون عسكري وذخيرة، وهم يعانون وسيواصلون الحرب، ولا يوجد أي مؤشر بأن الرئيس بوتين قد غير من هدفه في هذا الاستهداف لأوكرانيا. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي متحد مع الناتو في دعم أوكرانيا. أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوكرانيا ستحصل على الدعم اللازم من دبابات ومنظومات دفاعية، مشيرة إلى أنه سيتم توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لدعمها لروسيا. من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي إن اتفاق التعاون الموقع بين الناتو والاتحاد الأوروبي فرض للسياسة الدفاعية المشتركة للمرة الأولى، مؤكدا أن أوكرانيا تحارب من أجل مستقبل أوروبا وأنه يجب على الناتو والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون أكثر استعدادا للمرحلة القادمة، وأنه يجب تعزيز الأمن الأوروبي. قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إن الحرب مع أوكرانيا وهذه الحرب في أوكرانيا تواجه مع حلف الناتو. من جهته أعلن الكرملين أن تورط الولايات المتحدة والناتو في الوضع بأوكرانيا في الناتو أصبح واضحا وأصبح بحكم الواقع طرفا غير مباشر في الصراع. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن بلاده ستوسع ترسانة أسلحتها الهجومية وتواصل تطوير الدرع النووي باعتباره الضامن الرئيسي لسيادة روسيا وسلامة أراضيها. كشف تقرير لوزارة الدفاع البريطانية أن سلاح الجو الروسي يستعين بأخطر مقاتلاته في أوكرانيا منذ أشهر. أشار هذا التقرير إلى أن موسكو بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخاي سو 57 متعددة الأدوار في أوكرانيا بشكل شبه مؤكد، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الغرب أن القوات الجوية الروسية قد استخدمت سو 57 ضد أوكرانيا. Thank you.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ فرط صوتية من طراز تسيريكون قد أجرت تدريبات في البحر النرويجي. وقالت الوزارة إن طاقم الفرقاطة أجرى تدريبات دفاع جوي في البحر النرويجي، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أرسل الفرقاطة إلى المحيط الأطلنطي الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هذه الصواريخ ستكون قادرة على حماية روسيا من أي تهديدات خارجية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 230 عسكريا أوكرانيا على عدة محاور قتالية. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية تواصل تقدمها في محور دوناتسك، مشيرا إلى تدمير عدة مواقع للتمركز للقوات الأوكرانية ومعداتها، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين عسكريتين أوكرانيتين ومروحية بدوناتسك. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قواته صامدة أمام هجمات جديدة وأكثر شدة على سوليدار شرقي البلاد. وأضاف زيلينسكي أن كل شيء دمر تماما في المدينة وأن القوات الروسية تكبدت خسائر في الأرواح. تيخ نابرямках які зараз найгарячіші Бахмут і Солідар Креміна і Сватова загальні перспективи на. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أوكرانيا تحتفظ بخطوط دفاعية مستقرة وتتحكم بطرق الإمداد في مدينة يخموت. واستبعدت الوزارة أن تطوق القوات الروسية المدينة قريبا، مضيفة أن روسيا تحاول الاستيلاء على بخموت من الشمال عبر السيطرة على مدينة سوليدار القريبة منها والتي باتت تسيطر على معظم مناطقها. وتقع سوليدار في منطقة دوناتسك على مساحة أو مسافة نحو 15 كيلومتر من مدينة بخموت التي كان عدد سكانها قبل العمليات العسكرية يبلغ 70,000 نسمة، وأصبحت الآن مركزا للقتال. كانت الإدارة العسكرية في دوناتسك إصابة 6 مدنيين نتيجة للقصف الروسي على المنطقة خلال الساعات الماضية. ذكرت وكالة أنباء أوكرانية في هذا الإطار أن القصف الروسي قد أسفر عن إصابة 6 مدنيين في منطقة دوناتسك وأربعة في بخموت واثنين في كوراقيفكا، مشيرة إلى أنه يصعب حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا، مضيفة أنه أثناء قصف إحدى مدن كراماتوراسك بمنطقة دوناتسك في وقت سابق استهدف صاروخ روسي سيارة مدنية، ما أسفر عن مقتل شخصين. أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية أن الجيش الروسي شن 600 غارة على المنطقة منذ بداية العام. وأسفرت الغارات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 مدنيين. وأضاف المسؤول الأوكراني أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة 91 غارة على منطقة زابوريجيا، منها 70 هجوما استهدف البنية التحتية المدنية في 19 مجمعا سكنيا.